عنهم لدي معلومات عن بعضهم ومعلومات لا تثبت أو لا تخف دليلا قاطعا على تمجيدهم أو على إدانتهم. بعدين جمال كنت تكتب عشان بتعلم قبل الحركة حركة صعبة. مرحبا بك سيد الحاكم، عزمنك أول سيد الحاكم لأنه جيد قبل كده ولا زلت شرعي طبعا. مرحبا بك في فينيكس أريزونا، شرفت هنا جدا. سؤالي هتكون من جزئين. الجزء الأول تسمعوني وش؟ ممكن تواصل. الجزء الأول طبعا عشان نكون عندنا وحدة، كلنا دايرين وحدة. ما في زول بيقول لك أنا ما داير دولة قوية، أمريكا قوية زي أنت ذكرت لا أنا وحدين. ف المسألة فين شنو؟ الناس اللي كان حكموا في السودان كلها معظمهم من يكون في حكومة ينسوا حاجة اسمه دولة السودان، ومين يطلعوا برا يعني بيتكلموا بالحري الكلام نحن بنقوله برا بيجي بيقولوها. أنت ممكن كنت في حاكم كمان كنت في حكومة 5 سنة كان كثير، سويت شنو مثلا نحو الوحدة؟ السؤال الثاني في أيام الحرب، أيام كان الديمقراطية موجود الحمد لله كان موجود، كان في مشاكل كثير حصل خاصة بالنسبة لنا نحن في جنوب السودان، إنه نسوان كثير يتسجنوا في السجون. أنت أيام كنت في السجن كنت شفت ناس كثير في السجون وغالبيتهم ممكن نقول 90% كلهم يلوون، وده هيكون جود ويل إذا مثلا لو في حاجة حصل إنه طلعوا برا من السجون. يعني حتى في أيام الديمقراطية زي كان بعدلنا الأسرة في الحرب ما حصل ولا حس من نوايا واحدة من إنه يكون شنو شعار نحن دولة واحدة. هنا عندنا أي تعليق في حاجة كده نقدر نفرحنا؟ يعني نقدر نقول فعلا ده دولتنا ونحن دايرين واحدة؟ في أسئلة كتير لكن ما نسيبها زي كله. شكرا اخ بيتر، سؤالين مهمين جدا. السؤال الاول انا معك انه الطريقه اللي كان بيدار بها السودان طريقه ما كانت طريقه صحيحه، مش حكومة محددة، يعني الحكومات كلها الأولويات بتاعتها ما كانت أولويات دقيقة، وهي بتتفاوت في الأخطاء ولكن ما قدمت النموذج الجاذب للوحدة. أنا موافق في هذا السنة. 2 الحكومات الديمقراطية اللي أنا كنت يعني وزير وحاكم فيها عمرها قصير جدا، أنا ما قعدت 5 سنين، ديمقراطية كلها قعدت 3 سنين من 86 ل 89. أدي أنا قعدت في وظيفتين، كنت وزير دولة للصناعة وكنت حاكم لمدة عام واحد يعني كشخص. أنا بفتكر أي دور يعمل حاجة لوطنه ما حق يقولها، لكن إن كان ضروري يقول حاجة. أنا الإقليم اللي كنت حاكمه أكبر إقليم استقبل نازحين نتيجة للمجاعة اللي كانت موجودة، وكنت بفتكر أن الوحدة تبتدي من تقديم خدمات وإعطاء صورة لهؤلاء النازحين أنهم هم في بلدهم. والحكومة اللي أنا كنت رئيسة في كردفان نالت الميدالية الذهبية لخدمة المعسكرات في عام 89 بعد ما زار وفد كبير جدا من الكونغرس. وأكد لك أخ بيتر الإخوان الجو نازحين في الميرم وفي الدبب ومشي النهود وفي المجلد وفي بابانوسة بعد سنة كونفيرتد لمواطنين، حولوا براهم بقوا مواطنين، وللآن هم مواطنين يعني بيمارسوا كل حقوقهم في هذه المناطق. وأنا كل ما أشوفهم أحس أنه أنا عملت شتلة واحدة
من شتور الحرية وشتور الوحدة بالنسبة للأخوان الآخرين. الأشياء الثانية سياسة، الأشياء الثانية بتبقى سياسة بتاع الدولة، أنه العلاقات مع شمال بحر الغزال يمكن أنا قاعد في المقالين يمكن تكونوا سمعتوا لما حصلت مشاكل في بحر العرب بين المسيرية وجزء من الجيش الشعبي وقفل الطريق، قفلة الطريق يعني ضاعفت الأسعار في أويل وفي واو وكذا وكذا وكذا. أنا من الناس اللي مشيت عملت لوبي وأخذت وفدك من 1027 مشينا أويل وعملنا سيتنج قبل العلاقة وجددنا العلاقات الموجودة بين أهلنا في شمال الغزال وأهلنا في مناطق المسيرية. الجهد ده أنا بالنسبة لي ما كان كافي، أنا مفتكر أنه لو أعطينا فرصة كاملة عشان أكمل الدورة بتاعتي كان ربما عملت بعض الخطوات. ولكن أهم من ده كله حسن النية، التعامل. إحنا تعاملنا مع أهلنا في المعسكرات على طول مناطق كردفان وعرضها وأديناهم النموذج اللي خلى كل زوار يجوا يعتبرها دي معسكرات نموذجية، وحولنا المواطنين النازحين إلى مواطنين. والآن إذا أعطوا فرصة يمشوا الجنوب ولا يقعدوا في مناطقهم دي حيفضلوا أنهم يقعدوا في مناطقهم دي باعتبارهم مواطنين وتزوجوا من القبائل اللي هم موجودين فيها وبقت عندهم مهن وعاشين في أحسن ما يكون. دي كانت محاولة صغيرة أنه يعني يكون في إحساس أنه المواطنين كلهم زي بعضهم البعض. شكرا. أكون عند سؤالين دقيقة أنا هتكلم باختصار وبعدين. شكرا للمناضل عبد الرسول الزبط. لا حقيقة برنامج ما موفق، مزدحم مع عدم التزام السودانيين بالمواعيد اللي بيجوا فيها، قالوا 5 جو 7 يتعشوا كده، ده شغل سوداني تاني أنا ما بيجي كلاتي. أنا هجرب، أخواننا في الجنوب منضبطين أكتر، أنا هجرب في الولاية تاني بمشي بهنا. أيوة اللي حاصل دلوقتي في السودان إخواننا في فريق كسبان في الحالتين وفريقين خسرانين. الجبهة الإسلامية القومية اللي قبل كده حسن الترابي صرح قبل 15 سنة إنهم كانوا منتظرين 40 سنة للحظة تحت الانقلاب ده، إذا حصل الانفصال هم سعداء حيحققوا هدفهم في إنشاء الدولة الدينية في شمال السودان، لأن الجنوبيين واقفين عقبة ضدهم. إذا حصلت الوحدة ده الكرت الأحمر اللي هتمسكه ضد أي تغيير جديد. إحنا اللي جبنا الوحدة بالديمقراطية، انتوا قعدتوا الزمن ده كله ما عملتوا حاجة غير الحرب والخراب والموت. إحنا بالديمقراطية كسبانين في الحالتين، الفريقين الآخرين خسرانين. الجنوبيين ديل منذ توقيع اتفاقية الحكم الذاتي سنة 53 في فبراير 28 فبراير والسودان في أزمة حكم متصاعدة تتبع أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة تفكك النسيج الاجتماعي للشعب السوداني في كل أصقاعه. في الأزمة دي خدتوا أخواننا أهل الجنوب، شعب الجنوب قاعد زي ما بقولوا الخوايات between the frying pan and the fire، كالمحتمي من الرمضاء بالماء بالنار. يعني الجنوبين ما دارين الانفصال، دارين الانفصال في شنو؟ لكن كمان دارين الوحدة لشنو؟ الناس دارفور ما دارين حكم ذاتي ولا دارين فصل، يفصل لشنو؟ ما قاعدين 10 قرون قاعدين مع بعضهم، دارين لشنو؟ لكن كمان دارين الوحدة لشنو؟ السودان الآن لابد من أنه
أنا ما أعرف سيد